انا قبل المشهد، لان احنا معانا برضو دلوقتي يعني نجمه كبيره جدا، فنانتنا الكبيره فردوس عبد الحميد. اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا. يعني اهلا بيك، منوره الدنيا. الله يخليك، انت معاك معايا معايا صاحبي وحبيبي وعشره العمر كله والله. لا، ما هو كمان لما كنا بنتكلم عن الاسطوره شويه، فحكى لما راح وبعدين سألوه عن حضرتك في البلاتو بتبقى عامله ازاي، فقال لهم يعني واحنا عارفين عنك الجديه. الفنان هادي الجيار شايفاه ازاي؟ هو الصاحب والصديق شايفاه ازاي؟ لا، شايفاه انه فنان بجد، انه حقيقي من الفنانين اللي نقدر نقول عليهم بيتقمصوا الادوار، اللي فعلا واخدها جد. هي القضيه مش قضيه لا شهره ولا حاجه، بقدر حب الفن لذاته. يعني هو ده جيلنا على فكره، ان احنا كنا بنحب الفن وكنا بندرس الفن عشان بنحبه. الفن عندنا غايه وليس وسيله. هادي كان كده بالظبط. يعني قد ايه يعني بيحب الفن لذاته، بيتفانى في ان هو يعمل الشخصيات، يعني بيقعد يذاكرها كويس جدا جدا عشان تطلع في اكمل صوره. هادي ملتزم جدا، محترم جدا، طيب جدا. يعني اقول ايه ولا ايه على والله العظيم. فعلا فعلا يعني صديقي وحبيبي وزميلي، وانا يمكن ما بنتقابلش كتير، لكن انا بحس ان هو صاحبي، يعني صديق العمر يعني. فعلا تمام. هو اثر الكلام باين عليه والله يا فندم، يعني هو مش عارف كمان يقول ايه. لا، انا اعرف فردوس، وكنا زملاء في المعهد وعشرة عمر فعلا. يعني يعني انسانه زميله وصديقه واستاذه تمثيل وحكايه. يعني انا بشكر حضرتك جدا، ومعلش انا طماع، انا بدعو حضرتك تبقي ضيفتنا في اقرب وقت. ده يا ريت يا فندم. يعني والله يسعدني جدا، يعني ربنا يخليكي. بشكر، وانا سعيده جدا باستضافتكم لهادي، لانه فنان بجد وفنان بيعمل ادوار رائعه. شفت دوره في الاسطوره كان قد ايه؟ طبعا متقمص، وكان وانت يا استاذه وانت في الاسطوره يا استاذه. اشكرك جدا، وفي انتظارك قريب يا فندم ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. اسلمي لنا. شكرا. طبعا الاحساس باين واضح، يعني طبعا عشره عمري طبعا.